عندي بالبيت انا تحت جل البحر المخيم بعدين كان في عمليه انزال فاشله انا علي اتصدوا لها المقاومه العبري عارف كيف وجد حتى طلع جيكو يعني السيف ما بيتحمل لا حجار ولا يتحمل شيء يا سيدي كله في ده المقاومة كانت في البيت ايه كانت بالبيت وين بدها تروح يا حرام غمضت عيونها بالبيت في كمان في جوا بالبيت كنتوا ايه هي هون قتل واحد منهم هون صار قتل ما بعرف اسرائيل من مين؟ اسرائيلي وهون كمان بنا نعم شو هون؟ اسرائيلي من هون هذا ريهم بيت بيت اشتبكوا هون من الجيش وطعون شباب الحزب وهذا من صفه هون وهذا صار اشتباكات هون وهذا رصاص حزب الله شو اسمه المنطقه الروز دخلنا هونيك معاك هون في هون في شيء موسى يلا يلا هون ناخذ هون كم جريح اثنان جرحى لا اكثر